السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل طلابي وأحبابي طلاب الصف الثالث الثانوي. ده شباب 50 سؤال متوقع على مادة اللغة العربية بالنسبة للصف الثالث الثانوي دفعة 21/22. بعد ما تشوف الأسئلة اكتب التعليق عشان بإذن الله الفيديو القادم بإذن الله هنزل لكم الإجابات، وبالتوفيق لكل الطلاب بإذن الله. شباب، حاجة تانية هامة جدا 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 بإذن الله، هعمل لكم مراجعات فلسفة ومنطق وعلم نفس وعلم اجتماع على قناتي على اليوتيوب. اسم القناة يا شباب كن فيلسوفا مع التوني. هتبقى المراجعات عبارة عن شرح زائد حل أسئلة كتير جدا جدا على النظام الحديث. بطلب من حضراتكم حاجة صغيرة جدا هتعملوها، اعمل لايك، اعمل شير، شير كتير، اعمل شير كتير كتير جدا يا شباب عشان خاطر اكبر كم من الطلاب يحضروا معانا مراجعات الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع بطريقة سحرية مع الأستاذ تامر التوني. وبالتوفيق لكل الطلاب. السلام عليكم.